بابا عطيني هلأ رح شوف برجي. منى بنتي كيف أنت بتوقفي توصيل الجريدة؟ ليش ما بتجي وبتسأليني من شانه؟ بعدين الجريدة الجوجراتية رح تضرب الميزانية تبعك. منى شو؟ مرت عمي اسمعيني، أنا مستحيل أقصد زعل جدي مني، شلون بدي ساوي مثل هيك شغلة؟ أنا كنت بدي خبره أني قلت للزلمة لبقى يجيب معه الجريدة الجوجراتية، أنتو بتعرفوا أني بحترمه كتير لجدي، والله كنت على أساس خبره بهالشي، بس راح عن بالي، أنا ما قصدت أبداً هالشي. بس مرتخي شايفة قديش وقحة؟ كانت بدها تخبر أبي أنه ما عاد تشتري جريدته. شو مفكرة حالك؟ بدك تقرري على كيفك؟ هي كانت بدها تقله، ما كان بقصده أنه كلب لبقى تدافع عن مرتك، وإلا رح تشوف شي ما بيعجبك. لازم الكل يعرف أنه ما حدا بيقدر يساوي شي بهذا البيت من دون ما ياخد إذنه لأبي. بس هي البنت قصدها تهينه لأبي، شلون أنت بتسترجي؟ بهارتي إذا بدنا نعيش على كيف كنتك فنحن الختايرة رح نكون عالق عليكن بهالبيت، صح؟ يا ربي لا. سامحيني اليوم شربت كاستين شاي، بس بوعدك مع تعيدة يا منى. إيه؟ أمي بيجال، هذا هو اليوم اللي ما كنا حاسبين حسابه أنا وأبوكي أبداً. إيه؟ أمي شايفي شو ساويتي؟ في عالم كبير بهذا البيت، هن مبركتنا هون، بتصرفك هاد أهنتيون وجرحتي مشاعرن. يا مرباية أنا بس كنت مفكرة إنك خرجت تستلمي مسؤولية البيت، مشان هيك وثقت فيكي وخليتك تشتغلي على كيفك. كل يوم أنا عم جربك وثق فيكي، ليه خذلتيني؟ الحق علي أنا اللي غلطت. لا أحماتي أمانة ما تظلميني، أنا ما رح خليكي تزعلي مني بنوب، وما رح خيب لك أملك فيني أبدا. من بكرة رح أقول لبيع الجرايد يرجع يجيب الجريدة الجوجراتية. لا يا منى أصحك تحملينا جميلتك، نحن ما بدنا يجي حدا ويتحنن علينا بنوب. نزل التردد الجديد لزي ألوان 11277، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.